مرحبا فيكم. سبق وقطعت لكم واحد الرامز. اليوم التغطية راح تكون خاصة للأدوات المدرسية بما أن المدرسة على الأبواب أو المدارس على الأبواب، فخلينا ناخذ كده جولة بسيطة في الأشياء اللي عندهم. الأسعار الجميلة ومثل ما أنتم شايفين الأسعار مخفضة لعيونكم. هاي 4 حبات يجي منه طبعا أكثر من شركة بس ب4 ريال. هنا أحجام أصغر وأكثر من لون، أكثر من 4. طبعا ما شاء الله الحلو إنهم موفرين كل شيء يخص المدرسة، مثل ما أنتم شايفين موفرين كميات كبيرة، كل شيء يخص المدرسة موجود عندهم. دفاتر، أقلام، كراسات، ألواح. هنا أكياس كرتونية قوية، أكياس هدايا، أكياس فنية، أدوات المكتب المعروفة أو المعتاد عليها مثل ما أنتم شايفين هنا. الملفات بأحجام مختلفة وألوان زاهية تفتح النفس. شوفوا هذا التفاحي عجيب، شوفوا نص قسم كله ملفات، ألوان أحجام مختلفة وكميات أيضا كبيرة. هنا مطرات الموية للأطفال معها حافظة الطعام اللي بتحط أكل حق البيبي، قيمة 12 ريال، قطعتين ب12 ريال، والقطعتين من النوع القوي ولا أحلى. أيضا هنا حافظة الطعام تكون لوحدها قيمتها 15 ريال. للدوامات جينا للحقائب المدرسية، وكثير سألوني عن الحقائب المدرسية على الخاص، فلذلك أنا جيت اليوم قطعت لكم هذا المحل. الحقائب طبعا أحجام متنوعة، الأسعار عندهم تبدأ من 25 ريال فما فوق، 35، 30، 40، 45، 65 حسب الشنطة، حجمها، ماركتها، قوتها. شوفنا هذه ما شاء الله قوية، وأيضا خلونا نقول ما تصلح فقط شنطة مدرسية، حتى الشنطة للسفر حاملة سعرها هنا 57 ريال، يعني سعر مناسب على قوتها وماركتها. في شنط أو حقائب سادة، في مزخرفة حسب طلبكم. مثل ما أنتم شايفين هنا يعني ما شاء الله قسم الحقائب ما هو بسيط، قسم كبير. كل هذا لعيونكم. شوفوا هنا أيضا في أقسام أخرى، الحقائب اللي بالدراجات، الألوان مثل ما أنتم شايفين والأحجام تختلف. هاي الألوان عجيبة وزهرية، خلنا نشوف هاي سعرها كم. هاي 99 ريال مثل ما أنتم شايفين. هنا فيها 3 أقسام وكفرات قوية. هاي 75 ريال وأيضا فيها 3 أقسام لكن بدون كفرات. عجيبة هذه، مشجرة جميلة. أنا محبين الرسومات، مثل هذا الدفتر يبدأ من 3 ريال و25. أنا لا، أسعارهم متنوعة في متناول يد الجميع، وأكرر لكم أرخص من المحلات الأخرى أو أفضل من المكاتب. فنصيحة وعن تجارب شخصية،
للأباء وللأمهات أثناء تغذيتكم للمدارس لا تروحون المكاتب، لأن المكاتب تنتهز الفرصة وتضربكم في الأسعار، أصلاً ترفع الأسعار للأدوات المدرسية. روحوا للمحلات، للمحلات اللي أصلاً هي تبيع أكثر من شيء، يعني مو فقط متخصصة بالأدوات المدرسية. ليه؟ لأن أسعارها بتكون أنسب. مثل هنا محل رامز أسعاره جداً عجيبة وجداً حلوة وراح تناسبكم، بينما المكتبات ما يحتاج لكم، راح تضربكم في الأسعار لأن هي فقط مختصة أصلاً ببيع الأدوات المدرسية. محل رامز من المحلات القديمة في الأحساء، يعني كلنا من دوسة خرجينا وشرينا منه واستخدمنا أدواته. الحلو فيه أنه متنوع المنتجات، أدوات مدرسية، أدوات مطبخ، أدوات منزلية، أدوات كهرباء، أدوات سباكة، أيضاً أثاث، كل حاجة متوفرة عنده. مثل ما أنتم شايفين لازال على نفس المساحة الكبيرة والواسعة منذ القدم، ما شاء الله المحل مليان إضاءات، يعني تشوفين الشيء بسهولة وببساطة، وأيضاً كبير، فلا تفوتون قبل الزحمة. وقبل زحمة ولاية المدارس تعالوا تسوقوا وخذوا احتياجاتكم. موقع رامز وين يصير؟ رامز يصير مقابل مستوصف المشافي عند إكسرا، عند بندا، فرع المبرز، الهفوف تحت الكوبري. أول ما تدخلون رامز وين راح تحصلون قسم الأدوات المدرسية؟ هنا على إيدكم اليمين، وأيضا هنا سيدة الدفاتر، الكراسات، الشنط، الحقائب المدرسية راح تحصلهم على إيدكم اليمين واليسار في آخر شيء.